أصدقائي أحبابي أحباباتي، إن شاء الله كي صبحتوا إن شاء الله يوم مبارك علينا وعليكم على الأمة الإسلامية جماعة يا رب. كما كنت لاحظوا هذا اليوم صباح يوم زوين بزاف، ورانا أون فامي، رانا غادي إن شاء الله البحر، يعني هذا اليوم نقضوه إن شاء الله في البحر. يعني راه كامل هنا الوالد الوالدة مرت خالي أختي وزوج ديالها الوليدات ديالهم. هيا عدنا إن شاء الله نوريكم لقطة بلقطة فوتو يوم حلو كما يقولوا. هيا هذه هي عمران، فين أنا ماشيين؟ فين ماشيين؟ فين؟ البحر. سيف الدين فين ماشيين؟ المهم إن شاء الله غادي أي لقطة غادي نصوروها وتشوفوها. أي الله صافي لحقنا للبحر، غادي نختار واحد البلاصه تكون شويه بعيده على الغاشي باش نعرف باش نديرو الحفاظ على التباعد. قاعدين هنايا حدايا نسينو لكم غير بعض ما تشوفو البنات راه اللي هي هاي عمو هي لحقنا راهم البنات يفطروا هاك الكسكروت ديالهم بصحتكم عمران بصحتك الى خصكم حاجه قولوا لنا صحه كما راكم تشوفوا وصلنا لوقت القهوة هاي لي القهوة تاي الحليب هذه هي
كما تشوفوا درك لحقنا الوقت يعني نجمع الحوايج اللي فطرنا فيهم وتقهوينا. هادي هي انا نجمع كامل الحوايج ونعاود نرجعوا مع بعض. والان حان وقت العوده الى المنزل. خلاص من التحويسه تاع هذا النهار تاع البحر فوتنا جو زوين بزاف ما شاء الله مع الفاميليا، شفنا بحرنا عام ودراري. اي درك نقولوا مره اخرى ان شاء الله، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو تاعي، الى عجبكم ديروا لايك ودعموا لي بالاشتراك.